اللي ما يخافش ويطلع حسابات يقول انا خلي يعطي يديروني في الحبس وهادو راه ماشيين والناس اللي في الحراش غادي يخرجوا ويخرجونا وننتقموا منهم ونديرون يعني حسابات دراري نتاع شباو ما فاش. يعني الانسان اللي ما عرفش روحو راه في دوله والدوله تمشي بالقوانين، الناس هادو كلاو البلاد ومازالوا طامعين باش ياكلوا، انتهت سي فيني لا ريكريسيون. انا ما تنساش ايها المواطن، عمري ما قلت لكش ما كانش دراهم باش نخلصوكم، عمري ما قلت لك باللي اذا قعدنا كيما هاك ما عندناش باش نشرو الماكله. راني يقول لك السكن ما يحبسش، راني زدت لك في الاجور، راني درت لك منحه، نهار اللي درنا المنحه تاع البطاله كارثه. او لطيف لطيف، كارثه اقتصاديه ودوك هذا ودوك الجزائر طيح وصندوق النقد الدولي، الجزائر زادت مات. باش خص الناس الذاكره نتاعهم لازمها تكون ذاكره طويله، مش ذاكره نتاع الظرف تاع اسبوع ولا اسبوعين ولا كذا ولا هذه. واين كنا واين اصبحنا؟ واضح.